تعالى مع بعض نشوف ايضا علي لطفي قال ايه كمان عن ميشيل يانكوني في التقرير اللي جاي. طبعا بمسح الكابتن اسامه واقول له مبروك طبعا على الثلاثيه، وان شاء الله باذن الله نتقابل تاني ان شاء الله في السوبر الافريقي والسوبر المصري ونقدر نحقق البطولتين. وطبعا ميشيل بمسح عليه طبعا وبقول له بالتوفيق ان شاء الله. والله احنا بنتعامل كلنا يعني كاسره واحده، يعني اسره الحراس دي بنتعامل مع بعض كاسره واحده. يعتبر من ميشيل يعني يعتبر اب بالنسبه لينا، وبيتعامل معانا كلنا زي اولاده، وبيتعامل معانا كلنا واحد. ووقت الجد جد، وقت الفاني في فاني، الموضوع بيبقى كويس، ما بتعداش الحدود دي يعني. فاحنا بنتمرن بشكل كويس جدا معاه، وهو مدرب على اعلى مستوى، شغال معانا بشكل كويس الفتره اللي فاتت، وده باين الحمد لله على مستوى الشناوي. والحمد لله لما انا اشتغلت الى بنسبه كويسه اديت بشكل كويس. وطبعا في شوبير وفي حمزه وفي احمد طارق، فالمجموعه كلها الحمد لله شغاله بشكل كويس، ونتمنى التوفيق الفتره اللي جايه يعني. اكيد طبعا احنا لو مش قريبين من بعض وبنتكلم مع بعض وبنتعامل مع بعض كاننا اخوات، طبعا احنا بنقابل بعض في النادي اكتر ما بنقابل ولادنا واهالينا في البيت. فاحنا لو ما تعاملناش مع بعض كاننا اسره واحده واخوات، مش هتلاقي الدنيا، مش هتلاقي الحب ده باين، مش هتلاقي المستوى ده باين. واحنا الحمد لله شغالين بشكل كويس، بننافس بعض، دي منافسه شريفه، والاقدر والاحسن هو اللي بيشتغل، هو بيشيل اسم النادي الاهلي وبيشيل اسم الحراس، فكلنا بنبقى وراه عشان حاجه واحده بس، عشان النادي الاهلي يبقى رقم واحد دايما. فدي دي 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 الهدف بتاعنا كلنا يعني. فالحمد لله احنا طالما شغالين بشكل كويس، فان شاء الله اللي جاي افضل، نمشي على كده ان شاء الله، ونقول نمسك الخشب والدنيا ما بقاش فيها مشاكل يعني. طبعا بتمنى له التوفيق دايما، هو راجل مجتهد جدا، وبتمنى له التوفيق الفتره الجايه. عندنا بدايه دوري، بدايه صعبه، وفي اربع ماتشات من العيار الثقيل، وبعد كده السوبر الافريقي، وبعد كده السوبر المصري. فبنتمنى طبعا لي ولينا كلنا التوفيق، وان شاء الله نبقى البطولتين في داخل نادي الجزيره. يعني شايفين كمان من الكلام اللي بيقوله علي لطفي بيبين ما يعني ان حراس مرمى النادي الاهلي اسره واحده مع ميشيل، وميشيل كمان عامل فارق معاهم كبير. طبعا حاجه زي كده تسعدني بطبيعه الحال ان علي يقول كلام زي كده عني، ان علاقتنا كويسه جدا. هو برغم ان جاله كورونا وبعت لفتره، لكن حارب وقاتل عشان يرجع تاني ويرجع لمستواه. ودايما هو على مستوى الشغل اللي بيديهوله على طول في التمرين. وعلي واحد من اللعيبه اللي بتشتغل على نفسها، بتزود مستواها، وعلاقتنا كويسه جدا. وكويس بشكره انه يتكلم كويس جدا عني.